عودة إلى الأخبار. قتل 25 شخصا وأصيب عدد آخر بجراح إثر انفجار انتحاري استهدف القصر العدلي القديم وسط العاصمة السورية دمشق يوم الأربعاء. وذكرت وسائل الإعلام السورية أن انتحاريا يرتدي حزاما ناسفا فجر نفسه عند البناية بمنطقة الحمدانية بعد أن حاولت عناصر من الشرطة منعه من الدخول، ولم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن التفجير.